السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. الحصة تاعنا اليوم شوية كلاب، لازم انتوما تعاونونا، بارتاجوا الماكسيموم، اعطونا لي كومونتير لي شاب وبارتاجوا، متخلوش يتغلبوا علينا، بارتاجوا، خاطر هذا كلام لازم يوصل كاع الجزائريين ويعرفوا نقاط مهمه. خاطر انا غادي كيما يقول لك غادي ندير عمليه انتحاريه معه، غادي نكشف لكم امور. وإلا شفتكم عاونتونا بالبارتاج، وما غبنوناش هاد الناس اللي راهم يسينيالوا، راني نلحق حتى 6000 7000 سينيال. انا قادر يا جماعه نلعبها، نهدر على بن ناصر، على 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 محرز بن ناصر ابراهيمي عطال بن سبعيني، نلعبها كيما هكا، نجيب لكم التويره تاع بن سبعيني راقد عاي، نقول لكم مالك راه يخدم، نلعبها كيما كندور غير فماك، ما نجيبش كاع للصح، الصح كاع ما نروحلهاش، نلعبها كيما هاد القنوات ولا كيما ذوك اصحاب الغايطه في اليوتيوب، اصحاب الغايطه في اليوتيوب منا صحيح. حنا هاد الناس اليوم غادي ندير كيما يقول لك عمليه انتحاريه، بيرديك غاني، وما هي سهله هاد الهضره اللي غادي نهدرها. نتوما عاونونا برك، بارطاجو ماكسيموم، عاونونا برك، هذا مكان خاص نعرف بلي راه غادي يطيحوا، مكاش ذبان ذبان اللي غادي يطيح، غير ذبان الزرقاء غادي يطيح بالسينيال، غير ذبان الزرقاء على بالي انا نعرف صوالح. حنايا غادي نعطيكم واش دارت الاتحادية في زمن العصابة، غادي نعطيكم أمر خطير، أمر خطير. علاش زاتشي ما ينجمش يهدر؟ حتى جماعة بالماضي ما ينجمش يقرب هذا الأمر، قال لك صراو صوالح ما تأمنوش، كاين صوالح صراو ما تغاديش تأمنو، كاين امور صعيبه. شتاديروا هذا ماجر، هذا حداد، هذا شتاديروا رسالكم يحبسوا. الاتحاديه في زمن العصابه مضوا على اتفاقيه بعدم انتداب اي لاعب جزائري مغترب يحمل جنسيه فرنسيه من المستوى الاول. بس تعرفوا جماعه، شوفوا من نهار اللي جا هذا المسؤول هذا زاتشي، شوفوا الى جابوا مستوى اول. راك تشوف حنا رانا نبكوا على عوار، نبكوا منا ونقولوا كيفاش ما هما مساكين مازال ما هضروش. اتحاديه هنا ساكته، ما قالت لك روحنا عندهم، ما قال لك. خاطش علاه جاما بالماضي قاعد يقرا على فيليون، قاعد يقرا على زاتشي فيليون، زاتشي ما نجمش يروح، خاطش عارف علاش مضاو، عارف اتحاديه في وقت العصابه علاش مضاو، راه عارف شتا كاين. ديشون كيهدر مع الهفاف، ديشون كيهدر مع الهفاف، قال لهم تاوعكم ما غاديش يتصلوا به، راه على بالو شتا كاين. امر لازم هاد الصوالح لازم تعرفوهم الشعب الجزائري، خاطش هاد الصوالح كيما يقول لك راني بالك راني فيه بالك مدة تاع 6 أشهر 7 أشهر نقيس لكم معاني كيما هكا، ماشي من الجملة، ماشي خاطش على ماشي سهلة تهدر الصوالح، ماشي سهلة باش تهدر، ماشي سهلة، خاطش مكاش لي ينجم يهدرهم، ومكاش صحافي ينجم يهدرهم، مكاش لي ينجم يهدر. أبار أنا الأول راني نقول لكم تحملت المسؤولية كاملة تاعي باش نهدر عليها، هذه باش يكون على بالكم جماعة، أمر خطير هذا لازم يكون على بالكم. الاتحادية في زمن العصابة مضوا على اتفاقية بعدم انتداب أي لاعب من الطراز الأول، برومي شوا كيما نقولوا حنا عوار، شرقي، أيت النوري، قويري، هذو كاع هذو يا والديهم يا هما باغيين يجوا للجزائر، بصح هما بلوا عليهم، هنا بلوا عليهم، باش يكون على بالكم جماعة. شوف كيفاش؟ أي لاعب جزائري مغترب يحمل جنسية فرنسية إلا بعد موافقة الاتحادية الفرنسية، أو في حالة اللاعب نفسه قرر اللعب مع الجزائر
بإرادته وبدون ضغط من الاتحادية. ثانيا، في حال إصرار الاتحادية الجزائرية على انتداب لاعب معين قبل أن تتم الاتحادية الفرنسية بموافقة، فيترتب على الاتحادية الجزائرية دفع مبلغ 4 ملايين يورو من أجل انتداب وعدم تعويض عدم تعرض لمتابعته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني كما عوار، ما دام الاتحادية الفرنسية راهي باغيته، يعني ما تقدرش نضغط عليه ولا نقدمه له طالب رسمي، إلا إذ هو اللي قدم الطالب الرسمي به. الاتحادية الجزائرية يحمي نفسه من الاتحاد الأوروبي. نتمنى تكون نتمنى وتكونوا فهمتوا، لأن المشكل هذا مشكل حقيقي، وين دارته العصابة، دارته العصابة. تانا كيما نهار اللي زتشي على خرج دار ديك العارضة عليه، هما كي جا بلاكار هنايا سنيو على وثائق اللي دروك فرنسا ولا يروحوا لها مواهب، صابوا هذو هنايا. هذا هنايا ماذا به ما يجوش كاع اللعابة، باش يكون على بالكم. بالشيخ تعقلوا، بالشيخ نهار اللي جا بلاكار موراها بالشيخ شا كان يهدر، ماشي كان يقول 2023 2024، ما يقولوش كاينين لعابة مستوى عالي ولو يجونا تاع اللي فرنسا تقيس، اللي فرنسا ما تحتاجهمش يجوا، مستوى ثالث مستوى. شوفوا واش راهم يجيبوا، شوفوا واش جابوا، ما شتوش، شتو جابوا ولا ما شتوش، لازم تساهموا جماعة. اما لا، راهم دايرين اتفاقية مع الاتحادية الفرنسية، علاش عوار مازال ما هدرش؟ علاش الاتحادية ما قالتش بلي انا نجيب عوار ونجيب منه؟ علاه في طول تحمي روحها ام يقارعوا؟ علاش زاتشي استيقل؟ زاتشي راح سنية، كون زعما كيبغوا يجيبوا لعاب يحطوا دراهم، سنيها على روحه وسنية على الناس اللي جايين من بعده. علاش قلت لكم العواقب سوف تكون وخيمة على الاتحادية، وهذا السبب اللي غادي يخلي زاتشي غادي ما يطلقوش، ما يطلقوش. يعني نقول لكم ما غاديش يطلقوه، راني عارف واش راني نهضر، والايام بيناتنا ان شاء الله. خاطش رقبوا على الوثائق، رقبوا على الوثائق، صحيح عارفوا واش كاين، رقبوا على الوثائق. ناس الفوق راهم رقبوا على الوثائق، خلعوا ما امنوش. على زاتشي ساكت، على زاتشي ما راحش عند اللعابه هدر معاهم. كنا نقولوا كيفاش ما يروحش، هنا طالقين هدر تلاقاك اللي بيجي يجي وحده. ودي انت ما على بالكش تا كاين، راحوا داروا اتفاقيات مع الاتحاد الفرنسي، الاتحاد الفرنسي باش تحمي روحك، قالوا 4 ملايين جوار، اعطيني 4 ملايين ولا الجوار دروك يقارعوا. الجوار يقول انا نجي، ضروك عوار ولا شرقي ولا ما ينجبش من فرنسا يقول لهم نجي لاعب الجزائر، لازم يخرج من فرنسا. راك تشوف كيفاش وين الامور. على زاتشي دار ديك العريضه، قال ملي بيجي يجي وحده يكتب عريضه ويكتب كتابيا ويهدر ويديكلاري وحده، على جنب بالماضي يقول لازم يديكلاري وحده. ما تحميش ما تحميش ما تحميش جمال، ما تحميش، ما تدخلش روحك في زاتشي. انا نقولها لك، خاطش كاين واحد الامور ما نجيبوش نهضروهم، خاطش حنايا كلي شغل بقلوبنا ونقولوا اش كاين اش كاين اش كاين، نعطيكم اوضاع نعطيكم كاش تا كاين، رسالكم يحبسوا. خلوها على نيتنا وعلى نيتكم، ما تبقاوش نهضروا هضره واحده اخرى، هذه باش يكون على بالكم كاش اللي يجي غلطكم. وانا راني نهضر نتحمل المسؤوليه تاعي كامله، اش راني نهضر انا نقولوا الى وين راهي، نوجهها لكم باش تعرفوها مليح. عاد بزاف يقول لك اعطيني المصدر، قارع للذيب يعطيك وين يدس ولاده. الاتحادية في زمن العصابة ماضوا على اتفاقية بعدم انتداب أي لاعب جزائري مغترب يحمل الجنسية الفرنسية، ومن المستوى الأول أمثال عوار، أمثال شرقي، أمثال قويري، أمثال أي تنوري، أمثال عدلي، أمثال عواشيش، أمثال يعني موافقة، إلا بعد موافقة أمضوا من إلا بعد موافقة الاتحاد الفرنسي، أو في حالة اللاعب نفسه قرر اللعب مع الجزائر بإرادته وبدون ضغوطات من الاتحادية. لازم الجزائر ما ديرش ضغوطات على عوار والو، ما شتوش سكتو مكاش كاع الناس يقول كيفاش زاتشي ما جاب حتى واحد، زاتشي مضى.
وفي حال إصرار الاتحادية الجزائرية على انتداب لعاب معين قبل أن تتم الاتحادية الفرنسية بموافقته، فيترتب على الاتحاد الجزائري دفع مبلغ 4 ملايين أورو من أجل انتداب وعدم التعرض للمتابعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. راهم سنين الفيفا سنين قاب سنين سنين داروا قال لهنا زتي دار قال إجراءات في طول اللي يجي موراه لازم ينغبن ولازم ما ينجمش يجيب جواره 4 ملايين أورو. واسي محمد باش تعرفوا ناس كيفاش، باش تعرفوا ناس هذو شدارو لاش يبقى عليهم باش يكون على بالكم جماعة. الله ما سمحوا لكم موتي، ما غادي يسمحوا لكم. هذا هو شدارو لكم في وقت العصابة، سنياو مع فرنسا ميما طاقوش يقلعوا قانون بوهاماس، قالوا ماشي تسنيونا، فرنسا كانت تحكم، قالوا سنيونا إلا أنت ضغطت عليه تعطيني 4 ملايين، كنت تضغط عليه وما تمش درام تلقى عواقب، خاطش عليهم سنين وثائق جماعة، راهم سنين وثائق لازم تتهموا. بالشيخ ما غلطش، بالشيخ كان صاحب ماجر صاحبهم نهار اللي داروا معاه بلاكار، بالشيخ موراها شنو ولا يقول؟ ولا يقول 2023 ما يولوش يكون المستوى الاول، ما يجيش المستوى الاول، يجيبوا مستوى اللي كان يقول لك ليه ما تتخصمش فرنسا نجيبوهم حنايا كيما قول يهدر صح. هذه راهم رقبوا عليها الرجاله والعواقب سوف تكون وخيمه عليك يا زتشي، تتحمل المسؤوليه تاعك انت اللي قعدت مع بلاكار انت وماجر وراك سموه حداد وجماعه هذوك من تحت 4 ملايين للجوار كو يروحوا يضغطوا على عوار، علاه ما ضغطوش؟ علاه راهم ساكتين؟ علاه ما كاش اللي يهدر؟ علاش راهم ساكتين؟ علاه الاتحاديه تاعنا من نهار اللي جات ما جابوا حتى لعاب؟ علاه دار ديك العريضه ما دارهاش باطل زاتشي ما دارهاش باطل تاع قال لهم اللي بيجي كتابيين ومن علاه صعبها عليهم هلكهم هما وزاد سهلها على فرنسا باش يكون على بالكم. والله ما انا ساكتين، شوف واخا ما ننجمش بصح نهدر لكم نهدر لكم نعياش ما نعطيكش نقولكم نقولكم صحافة كاع على بالهم ساكتين. هذه نقولها لكم، ما تنساوش جماعة بارطاجو ماكسيموم، بارطاجو ماكسيموم، ما تخلوش الذبانة الزرقاء تغلبنا، ما تخلوش بارطاجو ماكسيموم.